السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون أموركم كلها بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نفصل لكم غندورة بهذا الثوب. هذا الثوب كما كتشوفوا فيه هانتوما راه مبرة، يعني قذفة، وفيه كما كنقولوا حنا الماء، يعني كاين واحد الاتجاه كتمسيه هكا ملس واتجاه الآخر حرش. هذا الثوب خدينا منه 3 متر، يعني شوفوا كيفاش غادي نتعامل انا مع الثوب. بعدا عاد نفصل، كناخذ متر ونص، يعني 3 متر في الثوب، غناخذ نصف بحال هكا وغادي نقسمو. هانتوما البنات كناخذ متر ونص ومتر ونص هكا، وكنجي من النصف وكنقسمو. دائما المبرة اللي فيها هاد الماء اشنو كنديرو؟ كنشرو 3 متر، الا بغينا كندورة مسدودة من الامام كنشرو 3 متر وكنديرو هاد الطريقة باش نفصلوها في احسن باحسن تفصيل. هانتوما دابا حنا عندنا جوج مغصوات، جوج قطع ديال الثوب، واحد فيه متر ونص ديال الطول والاخر فيه متر ونص ديال الطول. دابا اشنو كنديرو؟ كنشوفو الماء ديال الثوب مثلا هذا غادي من فوق لتحت بحال هكا مزيان، غناخدو الاخر هذا غادي يحرش، يعني كنقلبوه. علاش قسمناه؟ باش نقلبوه ماشي نتنوه على جوج ويكون عندنا اتجاه. دابا قلبناه بحال هكا، عاد دابا ملي كنزدو التواب بجوج هذا غادي مزيان وهذا غادي مزيان، دونك عندي الكتاف غادي يكونوا من هذا الاتجاه باش يكون يعني مقاد عندي الماء ديال القذيفه ديالي او المقره ديالي. البنات كما كتشوفوا انا طويته على هذا القياس، هذا القياس هو قياس الجلي اللي خدينا وباختيار الموديل ديال البيجاما. بغات 48 في الجلي، ها هي خدينا 48 في الجلي. يعني شوفوا كما كتشوفوا هاد الاتجاه مزيان والاتجاه الخلفي حتى هو مزيان، وطوينا هاد هكا، يعني الثوب راه عندنا على 4 ومسدود من الامام كما كتشوفوا. دابا غنفصلو، هادي هي احسن طريقه باش تخدمي الثوب ديال المبرا اللي فيه الماء بحال هكا. كتخدمي الامام بوحدو، الامام والخلف في دقه واحده، وكيبقى لك الكميم حتى هما راه مقادين هنا، يعني الماء ديالهم على فكره هاد الثوب راه فيه متر و60 في العرض، يعني وافي باش تفصلي بهذه الطريقه وتاخدي حتى الكمين بنفس الطريقه. دابا غندور في الصاله ديالنا البيجاما او الكندوره، راه كناخذو غير 3 سنتيم او 4 سنتيم ديال لوغلي بحال هكا، وغناخذو الطول اللي هو مترو و37 سنتيم. ها هو جاني شان هنايا، عفوا الطباشير راه متيبانش مزيان حيت التوب ملس اصلا ديال المبرا استسمح. كناخدو الكتاف مقسومين على 2 زائد 1، عندنا 40 هي 21 سنتيم. كنهبطو بثلاثة سنتيم، كناخدو الكول اللي هو 8 سنتيم، كناخدو ديال الخلف 2 سنتيم وكنقبروه، وكناخدو ديال الأمام 11 سنتيم. كاين اللي كناخد دائما 10 سنتيم، هاد السيدة شوية غليظة داكشي علاش خديت ليها 11 سنتيم، وكنديرو فتحة العنق اللي فيها 5 سنتيم. كناخدو الصدر ديالنا اللي هو 108، 108 مقسومة على 4 زائد 4 هي 31 سنتيم. ناخدو التركيز من هنا، من هاد النقطة ديال 3 سنتيم، وكنقلبو عليه في هاد الخط اللي هو 26 سنتيم، ها هي،
يعني النقطه الاساسيه ديال الصدر هي هذه، وعاد كنهبطوا ب 12 سنتيم باش ناخذوا نقطه الحزام. نقطه الحزام، الحزام هاد السيده عندها بحال الصدر بحال الحزام، عندها 31 سنتيم. حنا باش نغيروا ليها شويه اش غنديروا لها هنا؟ غنديروا لها 32 سنتيم باش يكون واحد شويه الايفازي، لان كاين الناس اللي عندهم قد الصدر ديالهم قد البطن ديالهم، كيكون البطن خارج. كنهبطوا ب 24 سنتيم باش ناخذوا الحوض اللي هو 120 مقسوم على 4 زائد 4 هي 31 34 عفوا سنتيم. كنتمنى هاد النقط يكونوا باينين. عاد دابا غنصيغوا النقط ديالي. هنا من الحوض كنمشيو حتى لاخر ثوب اللي خدينا جليل اللي هو 48 سنتيم. دابا غادي نقطعوا الثوب ديالنا الامام والخلف. انتما البنات دابا كنقطع من الخلف هو الاول. هانتوما كما كتشوفوا البنات دابا فصلت قطعت التراسات ديالي. دابا غادي نقاد الامام. قبل ما نقاد الامام غادي نمشي نقاد الجليل ديالي. حنا شتي خدينا العبار عادي، ولكن دائما كنطلعوا من الشناب. غادي نطلعوا شي 4 سنتيم ومن فوق نيت غنقادو الثوب، لانه هاد المفرة راه ما نقادش القطع ديالي. ها هي دابا الفصاله ديالنا مقاده. غادي نجيو الكول ديالنا، غنحيدو الخلف ونخلو الامام بحال هكا. هانتوما البنات قبل ما نقور الكول ديال الامام كنحط ديال الطرف ديال الثوب، كنجيبو من هذوك الطرفه اللي باقي ليا من الجناب ديال الفصاله. ها هو الطرف مقاد وكنحطو تحت من الكول ديالي ديال الامام باش نفصلهم في دقه واحده ويكون القياس هو هذا. كنفتحوا الفتحه ديال العنق الفوقيني وكنعاودوا نفتحوا نفس الفتحه ديال العنق الطرفين ديالها. عاد من بعد كنحيدوا القياس الكاندوره ديال الامام ديالها وكنعاودوا نقادوا الطرفين. كما كتشوفوا ها هو الطبطين ديالنا بالفتحه ديالو. ان شاء الله حنا ملي كنخدموا الطبطين راه ما كنسوجوش الجهه الداخليه لا ديال الكاندوره ولا ديال الطبطين ومع الفتحه، كنسوجيو غير هنا باش يكون فينيسيون. اما الطبطين مع كيتلاقى مع الكول كيتفينا بوحدو. دابا غنبداو نشوفوا الكمايم، عاد من بعد نقادو الطبطين ديال الخلف. هذاك راه ساهل كما كتشوفوا البنات. الطرف اللي بقى ليا
هانتوما ديجا انه راه مطوي على جوج يعني مقاد يعني ما فيه ما تغيري كتشديه كما هو يعني كتشوفي التحتين اللي مقاد والفوقين يبقى الماء مقاد يعني هذا الطرف اللي بقى لك من جهه الكتاف هو اللي كتنيه اما اللي كيبقى لك من جهه الجليل كيكون يعني قليل العرض ديالو وهنا يعني العرض مزيان كتشديه بحال كما هو وكطويه على جوج بهذه الطريقه غادي نقادو الكروات ديالو نقادو الثوب ونرجع لكم ان شاء الله كما كتشوفوا انا قديتو ها نتوما القطعه كيفاش كتكون يعني دائما هذه الجهه كتكون قليل تعرض كنديروا فيها راس الكم الجهه اللي عريضه مزيان كنديروا فيها التركيز ديالنا يعني غادي نجيو من هنا هذه المره نعبروه ما غنعبروش من التحت غنشدو لي البلاصه اللي بغينا نديرو فيها التركيز هي هذه مثلا غناخذوا الطول ديالكم الطول ديالكم بغاتو 3/4 ما بغاتوش طويل بزاف يعني غناخذوا 50 سنتيم ها هو زائد 2 سنتيم ديال الخياطه لان حنا كنديروا غير عطفه صغيره ديال سنتيم وكنقادوا راس الكم بهذه الطريقه يعني عندك المسطره ما عندكش كديري بحال خاصو يكون عمودي باش يكون الثوب مقاد ما يكونش مديكالي ليك غادي نسطر هنا مزيان خاص الطرف راه ما كيبانش غنجي الجهه الاخرى نجي الجهه الاخرى وبنفس الطريقه غادي نسطر باش نخدم التركيز ديالي حتى هو افقي لحسن حظي عندي هاد الكروات كيبان الخطوطه راني كنمشي معاه دابا غنخدم التركيز من الفوق عندي التركيز 26 سنتيم هي كنهبط ب 14 وكنمشي لراس الكم نشوف شحال بغيت في راس الكم عندي 16 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه هي 17 سنتيم ها هي وكنخدم بالبيروكي ثم هذا هو الخم ديالنا دابا غادي نقطعو هانتوما هذا هو الخم ديالنا وهذه هي احسن فصاله ديروها للمبره اللي فيها الماء يعني ضروري تاخذي 3 متر وطويها بهذيك الطريقه باش يخرج لك الفصاله هي هذيك بزاف كنشوفوا بانها بعض المرات كتشوفي البيجامات او جلالب الفوده هاد التواب اللي كيكون فيه الماء كتشوفي الامام غادي في اتجاه والخلف غادي في اتجاه ما يمكنش هذيك فصاله خاطئه احسن فصاله هي هذه باش تخرجي التوب كله في اتجاه واحد كنتمنى هاد الدرس يعجبكم والى الدرس القادم ان شاء الله.